احنا في رحاب ستنا السيدة نفيسة، ستنا السيدة نفيسة بنت الحسن الأنور. المصريين بيقولوا لما تزوروها هتحس ان انت وكأنك دخلت روضة من رياض الجنة. السيدة نفيسة علقت قلوب المصريين بيها، حببتهم فيها حتى قبل ما توصل لهم. لما جت 1393 خرجوا المصريين كلهم عشان يستقبلوها في العريش، وهي جاية من بيت المقدس عشان تزور آل البيت. زارت آل البيت وحبت تسافر، المصريين تعلقوا بيها وطلبوا منها ان هي ما تسافرش، وطلبوا من جوزها اسحاق المؤتمن ان هو ما يسافرش. السيدة نفيسة نامت فشافت جدها النبي صلى الله عليه وسلم مختار لها ان هي تفضل وسط المصريين. السيدة نفيسة لما جت مصر بهرت المصريين، خلتهم يعرفوا ان آل البيت مليانين نور وبركة. دخلت على بنت أبي السرايا اليهودي وكانت مقعدة، فتوضت وأخذت مية وضوءها البنت دي فاغتسلت بيها فشفيت بأمر الله. السيدة نفيسة لما جت مصر ملأت مصر علم ونور وبركة، وتعلم منها العلماء الفقه والعلوم المختلفة. وكان الشافعي كان أحد أسباب قدوم الشافعي لمصر إن هو يتعلم من السيدة نفيسة. السيدة نفيسة كمان علمت المصريين ازاي يقبلوا على الله ويعبدوا الله، فشموا منها روائح وبركات. حتى لما كانت عندهم حاجات كان ييجوا للسيدة نفيسة ويطلبوا منها الدعاء لأنها كانت مستجاب الدعوة. السيدة نفيسة لما مات الإمام الشافعي أحست إن هي خلاص أيامها في الدنيا بقت معدودة، فبدأت تحفر أبرهة رضي الله عنها، وحفرت أبرهة بنفسها وأرت في أبرهة عشرات الختمات، وذكرت الله سبحانه وتعالى. بيت السيدة نفيسة كان مليان علم وبركة ونور، وعشان كده المصريين بيقولوا لما تيجي تزور ضريح السيدة نفيسة تحس إن أنت في روضة من رياض الجنة، وكأنهم فهموا إن القبر ده مليان أنوار لأنه كان مليان علم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. السيدة نفيسة قبرها روضة من رياض العلم والنور والبركة، وعشان كده المصريين اتعلقوا بالسيدة نفيسة.